في مدرسة تواني طبعاً زي المدرسة بتعاني مثلها مثل سكان تواني من الإجراءات المستوطنين وإجراءات الجيش لحماية المستوطنين. أولاً في عندنا طلاب بيجوا، مجموعة من الطلاب بيجوا من منطقة طوبة بمروا عبر مستوطنة حبات معون ومعون. هذول الطلاب بدون حماية الجيش تعرضوا لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر. فإذا ما كانش في جيش طلاب بيروحوا على المدرسة. الآن الطلاب لما يتأخر الجيش طبعاً يتأخر عن الدوام، وهذا بيحدث يومياً. كل يوم يتأخر الطلاب حوالي حصة كاملة عن الدوام المدرسي. بصلون الطلاب بيكونوا مرتبكين تعبانين خايفين لأنهم بيطلعوا من بيوتهم بوقت مبكر في الصباح، بيستنوا الجيش مدة طويلة ما يجيهم الجيش. الآن النقطة الثانية إنه إحنا إذا الطلاب ما بلغنا الجيش إنه الدوام بده يكون مختصر، بدهم يضلوا الطلاب يستنوا ساعات طويلة، هم يستنوا موجودين في المنطقة يستنوا في الجيش لما يجيهم. أحياناً الجيش بحضورش ببلغناش إنه بده يجي، بدهش يجي اليوم لأسباب بتكون خاصة فيهم، وبالتالي بيضطروا الطلاب يسلكوا طريق ثاني، طريق بعيدي، أو بنضطر إحنا نوصلهم لبيوتهم. طلاب طوبة معاناتهم صعبة جداً ووضعهم قاسي جداً. أحياناً هم بطبعهم ماشيين مع الطريق ومارين مع الطريق بيكونوا خايفين على أعصابهم، لأنه المستوطنين حتى بوجود الجيش بيحاولوا يعتدوا عليهم، يعتدوا على الأجانب اللي بيكونوا مرافقين لهم. حدث أكثر من حالة في السنوات السابقة وفي الأيام اللي فاتت. هذا الكلام طبعا وجود الجيش ومرور الطلاب مع هاي الطريق بالإضافة إلى وضعهم بصلوا بيوتهم بشكل متأخر بينعكس على تحصيلهم الدراسي، يعني علاماته ما في عندي طالب مميز منهم، لأنه الطالب لما في الليل يجبوا المستوطنين على بيوتهم ويجي معهم الجيش ويطلقوا عليهم قنابل الغاز في الليل على البيوت، ثاني يوم كيف يكون وضعهم لما يجي على المدرسة؟ بيبقوا خايفين، بيبقوا مرتبكين، بيبقوا وضعهم مش طبيعي. بدنا نقعد السعاني حوالي يومين ثلاثة واحنا السعاني نشجع فيهم ونتخلص من الحالة النفسية اللي هم فيها.